غالبية الدول العربية سيدي من مضيق جبل طارق إلى دجلة والفرات هي محتلة من أنظمتها، أي النظام يحتل الدولة. قل لكن لي، لكن تسمح لي دكتور زياد، يعني أنت اليوم هذا رأيي، هذا رأيي، هذا رأيك، يعني هل يستطيع، تسمح لي، هل يستطيع الكردي السوري أن يعبر بحرية عن رأيه؟ هل يستطيع الشيعي أن يعبر بحرية واستقلال وسيادة عن رأيه في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية؟ أنا أسأل، هل تحترم الأنظمة العربية كرامة الإنسان؟ تقول عدم التمييز، هل لا تميز هذه الأنظمة بين مناصريها ومناهضيها؟ تقول ممنوع الإساءة إلى الأديان السماوية، يعني مجمل القضايا ليس لها علاقة بالدين، مجمل القضايا في العالم العربي لها علاقة بالديمقراطية وبحرية التعبير وبثقافة الأقليات وبحرية التصرف في المجتمع وبحرية الفرد العربي التي هي مقموعة ومكبوتة تحت جزمة وتحت حذاء، اعتذر عن هذا، عن هذه المفردات التي استخدمها، تحت حذاء الأشخاص الذين هم استولوا على السلطة وباسم الأقليات يحكمون وأبكي أقول لك أبكي عندما قرأت في إحدى الصحف اللبنانية أنه تم إنشاء نصب تذكاري في تكريت مدينة صدام حسين لحذاء منتظر الزيدي. يعني اليوم كل الحديث عن كل كرامة الناس وكرامة الصحافة، عن شخص يرشق زعيم بحذاء كان يجدر به أن يرشق الزعيم الذي كان يضع الناس تحت التراب، يضع العراقيين تحت التراب. والذي يصدمني في هذا أنه نصب العزة والكرامة، العزة والكرامة ليست. شكرا لك دكتور زياد، وصلت شكرا الفكرة. لك يعني أسكت تسمح لي أنا